التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، شوطنا 18 شوط الختام وختام اشواطنا في هذه الفترة الصباحية الخاصة بالأبكار الحجايج من مسافة 3 كيلومترات تنطلق من خلاله هذه الأسماء. نسير مع البداية ونتابع عبها مع الصدارة مع الانطلاق الأول، عيسى بن سعيد بن محمد العويسي يقدم لنا أبها مع المقدمة مع الصدارة الأولى. أما المركز الثاني هناك عالية سعيد بن راشد بن ذيبان المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام بينونة منصور بن محمد محمد بن نعيف العامري مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك شخصية نايل بن راشد النايلي الشامسي على رابع المراكز. أما المركز الخامس خامس المراكز هناك بطاشة سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز هناك خطيرة سعيد بن محمد بن طاسة العامري يقدم لنا خطيرة على سادس المراكز. أما المركز السابع سابع المراكز هناك زوبعة راشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي يقدم لنا زوبعة. ومن الجانب الآخر هناك الله هناك التقدم هذبة سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني يقدم لنا هذبة في هذا التحدي الرائع والقادمة بكل قوة. هناك القادمة في هذا التحدي الرائع هناك الشاهنية علي بن هزيم بن محمد المسافري على عاشر المراكز. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود مع البداية نعود مع التغيير. شخصية اللي غيرت المراكز وانطلقت بناموس هذا الشوط نايل بن راشد النايلي الشامسي يقدم لنا الشخصية على البداية وعلى الانطلاق الأول. بينونة على المركز الثاني، منصور بن محمد بن عيف العامري على ثاني المراكز، وابها على المركز الثالث، عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز عالية سعيد بن راشد بن ذيبان المنصوري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك الشاهنية الشاهنية مشاهدينا الكرام طرشون بن راشد بن خليفة المهيري يتقدم المهيري، وأيضا القادمة أيضا هناك القادمة بكل قوة في هذا التحدي. يا سلام خطيرة سعيد بن محمد بطاسة العامري يتقدم مشاهدينا الكرام وهجر قادمة حمد بن خليفة بن شطيط العويسي. ولكن نعود مع النايلي على البداية شخصية راشد بن نايل راشد هناك نايل بن راشد النايلي الشامسي يقدم لنا الشخصية. ركز يا راعي شخصية. يا سلام يا سلام يا سلام بن طاسة واصل يبحث عن نقطة ثانية في هذا الصباح المتميز في صباح النواميس. هناك خطيرة سعيد بن محمد بن طاسة العامري، ومن الجانب الآخر هناك الشاهنية طرشو بن راشد بن خليفة المهيري مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك جبارة أحمد بن سيف بن سالم النيادي مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك أرزوان محمد بن عبيد بن محمد بن ضافي العامري. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود مع النايلي نعود مع شخصية بن طاسة مع خطيرة من الجانب الآخر. خطيرة غيرت خطيرة انطلقت بناموس هذا الشوط هناك مع سعيد بن محمد بن طاسة العامري. الله 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 يا بن طاسة الله يا بن طاسة. للمرة الثانية نقول زاخر ولا عندك هنا بالرملي واصل بالرملي. خلاص سلام يا زاخر سلام على هذا التحدي الرائع من خلال خطيرة سعيد بن محمد بن طاسة العامري. تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع وخطيرة الفوز وخطيرة النواميس. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن طاسة العامري على فوز خطيرة بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهنية سعيد بن رملي بن محمد العامري، والمركز الثالث المركز الثالث كانت فيه أيضا جبار أحمد بن سيف بن سالم النيادي. هكذا النتيجة 4:39 هو التوقيت. خطيرة تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن طاسة العامري.
على هذا الفوز والانتصار. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام سباق هذا اليوم، تقبلوا تحيات الجميع وإلى اللقاء.